صباح الخير. كيف حالكم؟ صباح الخير مس. صباح النور، يسعد لي هالصباح يا محمد. يعني نفتح الكاميرا. يا بس عم بحكيهم على الجروب عشان يفوتوا. يلا اوكي، خبرونا لرفقاتك. صباح الخير مس. صباح النور يا محمد، كيفك؟ الحمد لله. نفتح الكاميرا. نفتح الكاميرا. نفتح الكاميرا. نعم لورا، محمد سرحان. يا نفتح الكاميرا. أوكي، لديكم مشكلة في الكاميرا. اسمع، أوكي منال نعم، في راما عندك بدها تفوت داخلية بليز. بس مش مبينة عندي إنه على الويتينج، مع الويتنج روم اعملي لي ادمت انت. مش مبينة عندي، مش مبينة زي عندي، ايمن ما بينت نهائيا. اما ظاهر سكوت. نعم محطوط على الويتنج روم. ايه هلا، هلا بس أنا مش مبينة عندي، كيف بدي أدخلها؟
اوكي بكي مشكلة من النت. يلا ماشي. استاذ ايمن، امبارح التمييز الانجليزي كلهم ما فاتوا، سالت دان قال كلهم عنده المشكله بالنت. طيب أريد أن أقول شيئا. الحصة التي البارحة بدأنا فيها بشرح فن الأدب أنا سجلتها، أوكي؟ كان في مشكلة امبارح ما تسجلت، اليوم قدرت أسجلها، أبعتها على موقع المدرسة. عم تعرفوا شو هو موقع المدرسة الخاص بالفيديوهات؟ إيه محمد ظاهر جاوبني. لورا هادي، نعم عارفين شو اسم الموقع؟ ايه اوكي. في حال ما قدرنا نهار بس نفوت على الحصة تحضروها من الموقع المدرسة فيديو، بس انا بهمني انه تكونوا كلكم موجودين معي للتفاعل والمشاركة بالشرح. واضح؟ عم تفهموا علي؟ عم تفهموا علي؟ يعني يجب أن نحضر الحصة، مهم جدا وجودنا أثناء الشرح. اليوم سوف أشرح قاعدة مهمة جدا بعنوان العدد والمعدود. طيب. طبعاً الحصة الثانية سوف أخصصها لمتابعة شرح فن الأدب، ولكن في هذه الحصة سوف أشرح هذه القاعدة المهمة. ننظر جيداً إلى الصورة ونجيب على هذا السؤال. هذه العائلة من كم فرد تتكون؟ من كم شخص تتكون هذه العائلة؟ خمسة. من خمسة. فإذا كيف أصيغ الإجابة؟ تتألف هذه الصورة من خمسة أشخاص. هذه العائلة، لا مش تتألف هذه الصورة أو يوجد في الصورة. هذه العائلة تتألف من خمسة أفراد. هذه العائلة تتكون من خمسة. من خمس أشخاص أو خمسة أشخاص؟ خمس أشخاص أو خمسة، تاء مربوطة أو بدون؟ خمسة أشخاص. إذا ما هو الاسم الذي يدل على عدد في هذه الجملة؟ ما هو الاسم الذي يدل على عدد في هذه الجملة يا محمد؟ محمد ظاهر؟ نعم يا لورا؟ نعم يا لورا؟ ما هو الاسم الذي يدل على عدد هنا؟ خمسة اسم يدل على عدد. ما هو المعدود هنا؟
نعم يا دان، ما هو المعدود هنا؟ أشخاص. أشخاص، فإذا العدد هو اسم يدل على عدد الأشياء التي نذكرها أو عدد الأشخاص الذين نذكرهم. المعدود هو الاسم الذي نعده. طيب، من يعرف منكم ما هي أنواع الأعداد؟ نعم، من يريد الإجابة يرفع يده. ما المقصود بالعدد المفرد؟ ما المقصود بالعدد المفرد؟ يعني شخص واحد. شخص واحد يعني العدد واحد هو بس اسمه عدد مفرد، أو هو العدد الذي يتكون من لفظة واحدة؟ العدد المفرد هو العدد الذي يتكون من لفظة واحدة، هو العدد الذي يتكون من لفظة واحدة. ما هي الأعداد المفردة؟ من يعددها لي؟ ما هي الأعداد المفردة؟ طيب، العدد المفرد هو العدد الذي يتكون من لفظة واحدة. ما هي الأعداد المفردة؟ نعم يا هادي، أجب يا هادي، ما هي الأعداد المفردة؟ إذا أن العدد هو المفرد هو العدد الذي يتكون من لفظة واحدة. نعم يا هادي، واحد، اثنان، نعم، ثلاثة، أكمل، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وعشرة. هذه الأعداد المفردة سميت مفردة لأنها تتكون من كلمة واحدة، يعني ليست لا تتكون من كلمتين، بالإضافة إلى في عندي أعداد مفردة، بالإضافة إلى أيضا نضيف إليها 100، مليون، مليار. لماذا هذه الأعداد سميت مفردة؟ تتألف من لفظة واحدة، لأنها تتكون من لفظة واحدة. حتى لو كان العدد 100 ما بيدل على واحد، 100 تتكون من لفظة واحدة، مليون، مليار، أيضا بالإضافة إلى بضع وبضعة، بضع بضع ساعات نقول. طيب، هذه الأعداد لها حكم خاص بها، ما هو؟ العددان واحد واثنان، طيب، فإذا انتبهنا إلى الاستنتاج، العدد اسم يدل على كمية الأشياء المعدودة، نحو في حديقة بيتنا 10 شجرات، 10 عدد شجرات معدود، ترتيب الأشياء المعدودة نحو حصل أخي على المرتبة الأولى. طبعاً أيضاً العدد هو قد يدل على ترتيب الأشياء، المرتبة الأولى، كلمة الأولى عدد يدل ولكن على رتبة. العدد الذي يدل على كمية الأشياء المعدودة يسمى العدد الأصلي، يعني العدد المفرد هو العدد الأصلي، العدد الذي يدل على ترتيب الأشياء المعدودة يسمى العدد الترتيبي. نحن الآن نتحدث عن الأعداد، العدد الأعداد الأصلية.
واضح؟ أولاً ضمن الأعداد الأصلية في عندي العدد المبتدأ. طيب دعونا نتابع. العدد الذي يتألف من لفظة واحدة يسمى العدد المفرد، وهو ينحصر بين الواحد والعشرة ويتبعه مئة، ألف، مليون، بضع وبضعة. في هذه المدينة سبع جامعات. سبع يدل على عدد، هو عدد مفرد، جامعات معدود. أسست هذه الجامعة منذ بضع سنوات، بضع عدد سنوات معدود. طبعاً لكي نكتب أو نحدد كتابة العدد واحد واثنان، نلاحظ بأن العددان واحد واثنان يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث، فيؤنثان مع المؤنث ويذكران مع المذكر، نحو في ضيعتنا مسجد واحد ومدرستان اثنتان. يعني العددان فقط واحد واثنان يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث، يعني يطابقان المعدود. في ضيعتنا مسجد واحد، مسجد مذكر، واحد مذكر، مدرستان اثنتان، مدرستان مؤنث، اثنتان مؤنث. واضح لغاية الآن؟ واضح لغاية الآن؟ نعم. أوكي، اللي عم يسمعني واللي عم يصوب علي شو عم بيقول خليه يرفع إيده، بدي أشوفه أنا هون. يلا هدان. أوكي راما، سارة، لأنه في تلميذة عم تقدر تسمعني، كل اللي عم يسمعوني بيرفعوا ايدهم. يلا بسرعه. هادي عم تسمعني؟ محمد دار، اوكي. هادي محمد سرحال عم تسمعوني بترفعوا ايدكم؟ اوكي واضح لغايه الان. طيب هذا بالنسبه للعددان واحد واثنان يطابقان المعدود في التذكير والتانيث. طيب اما الاعداد، الاعداد من ثلاثة لغاية عشرة، ماذا يحصل لها؟ هل أيضا مثل الأعداد واحد واثنان تطابق المعدود في التذكير والتأنيث أم تخالف المعدود؟ من يريد الإجابة يرفع يده. نعم يا دان، تخالف، تخالف المعدود. إذا الأعداد، الأعداد المفردة من ثلاثة إلى عشرة وتلحق بها لفظتا بضع وبضعة تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، يعني تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث. فاز أربعة طلاب. طلاب، طلاب طبعا هنا جمع، جمع تكسير، مفرده طالب، طالب مذكر. فاستخدمنا العدد أربعة طلاب. طالبات، طالبات مؤنث مفردها طالبة، هذه طالبة، إلنا ثلاث طالبات. العدد هنا في المذكر وليس في المؤنث. طيب واضح لغاية الآن بالنسبة للعددان واحد واثنان والأعداد من ثلاثة إلى عشرة؟ أعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود، الأعددان من واحد واثنان تطابقان المعدود. بالنسبة للعددان واحد واثنان، إذا تأخر العددان واحد واثنان عن المعدود يعربان نعتا له، نحو فصل واحد. واحد أتت بعد المعدود، واحد هنا نعت لفصل، وإلا أعربا حسب موقعهما في الجملة. يعني إذا لم، إذا لم يأتي العدد واحد واثنان بعد المعدود فيعرب حسب موقعه في الجملة. رأيت اثنين من المتخرجين. اثنين مفعول به منصوب، طبعا الفعل رأى منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. عدد، العدد اثنان يسمى ملحق بالمثنى لا يسمى مثنى. واضح لغاية الآن؟ طيب بالنسبة لإعراب المعدود بعد الأعداد المفردة من ثلاثة إلى عشرة وبعد بضعة وبضعة مجرورا بالإضافة، يعني يعرب مضاف إليه، يعني طلاب مضاف إليه، طالبات مضاف إليه، لاحظنا؟ تلميذات هنا مضاف إليه. هذا بالنسبة للعدد المفرد. طيب سوف نقوم بتطبيق هذه القاعدة في التقييم. يلا
نقرأ السؤال جيدا ونجيب. من يريد الإجابة يرفع يده. اكتب الأعداد الواردة في الجمل الآتية بالحروف أو بالأحرف. نعم. اشتريت في عندي بين قوسين العدد 3 أقلام ودفترين. طيب. علينا أن نكتب العدد 3 بالحروف. من يريد الإجابة يرفع يده. مس. نعم يا لورا. اشتريت 3 أقلام. اشتريت 3. طيب ليه قلتي 3 مش 3؟ لأنه أقلام مذكر. أقلام مذكر مفرده قلم، فيجب أن بما أن العدد 3 يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، فنقول اشتريت 3 أقلام. طيب ودفترين. نعم يا محمد سرحال. اثنين. اثنين أحسن. دفترين اثنين مش اثنتين، لأنه طبعا دفترين دفتر مذكر والعددان واحد واثنان يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث. أحسنت. نعم. نعم يا راما. اجتمعت سبع في عندي بين قوسين العدد 7 رفيقات في مطعمين في عندي عدد 1. نعم. نعم يا راما. هل نقول 7 اجتمعت 7 او 7 او 7؟ نعم يا راما. انت رفعتي يدك يا راما. نعم يا راما. ماذا نقول؟ 7 أو 7؟ محمد ظاهر. 7. 7. محمد ظاهر. لماذا قلنا 7 رفيقاتك؟ لماذا قلنا 7 رفيقات مش 7؟ محمد ظاهر. لماذا قلنا 7 رفيقات مش 7 رفيقات؟ رغم انه رفيقات جمع مؤنث سالم. من يجيب؟ محمد سرحان. محمد سرحان. لماذا قلنا 7 رفيقات مش 7 رفيقات؟ لأنه رفيقات في المؤنث. أحسن. وسبعة تختلف. رفيقات جمع مؤنث في المؤنث المعدود. العدد 7 يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. مذكر. في مطعم. نعم. واحد دن او واحدة؟ لا واحدا. ليه واحد لأنه... مش واحدة؟ او مطعم. لأنه مجرور. لأنه مطعم مذكر. مذكر. نعم مطعم مذكر. يذكراني مع المذكر ويؤنثاني مع المؤنث يطابقان المعدود. هل وضحت الفكرة؟ هل وضحت القاعدة؟ لغاية نعم. الآن هل لديكم أسئلة؟ نعم. لا ليس لدينا أسئلة. أحسنتم. سارة هل لديك سؤالا؟ نور ماشي الحال تمام؟ أوكي. طيب العدد المفرد هو النوع الأول من الأعداد الأصلية. طيب العدد المركب ما هو؟ الأعداد التي تتركب من لفظتين. العدد المفرد يتكون من لفظة واحدة. الأعداد المركبة تتركب أو تتكون من لفظتين.
من دون واسطة لفظيين، ما في عندي حرف عطف بيناتهم. تسمى الأعداد المركبة وهي تنحصر بين 11 و 19. يعني عندي الأعداد المركبة هي العدد من 11 لغاية، لأنه 10 طبعا عدد، 10 عدد مفرد، 11 لغاية 19، هذه أعداد مركبة يضاف إليها بضعة عشر وبضعة عشرة. العددان المركبان 11 و 12 يطابقان المعدود في جزئيهما، يعني يطابقان المعدود يعني يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث. وصل إلى المكان 11 متباريا. إذا لاحظنا متباريا مذكر، 11 أحد في المذكر وعشرة في المذكر. طيب وإحدى عشرة، فإذا العدد واحد واثنان يذكراني الأعداد المركبة 11 واثني عشر، فإذا هون في عندي 11 متبارية، 11 مؤنث، 10 مؤنث، لأنه متبارية العدد هنا، العدد المعدود متبارية، المعدود هنا متبارية. ما هو إعراب المعدود هنا؟ يعرب تمييزا، متبارية تمييز. المعدود بعد العدد المركب يعرب تمييزا، يعرب تمييزا، لا يعرب مضاف إليه مثل إعراب المعدود بعد العدد المفرد. واضح؟ يكون العدد 11 مبنيا على فتح الجزئين ويعرب بحسب موقعه في الجملة، نحو إني رأيت 11 متباريا. 11 عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به للفعل رأى، فإذا يعرب حسب موقعه في الجملة ويكون مبنيا على فتح الجزئين، يعني 11 تعرب مع بعضها. الأعداد المركبة من 13 إلى 19 تخالف المعدود في جزئها الأول. هون عندي أنا الجزء الأول من العدد المركب اللي هو في الأصل كان عدد مفرد، إذا بنقول 3 4 5 6 7 8 9، هون أعداد مفردة، أعداد مفردة ضمن العدد المركب تخالف المعدود وتطابق المعدود في جزئها الثاني، يعني 10 الجزء الثاني يطابق المعدود. نجح في الصف 16 طالبة. القسم الأول من العدد المركب اللي هو طبعا إذا هون بدنا نيجي نكتب بالأرقام اللي هو 16. العدد القسم الأول 6 هو في الأصل بدون 10 مفرد، هو في الأصل كان يخالف المعدود، فعلي أن يخالف المعدود، أما 10 تطابق المعدود، لذلك 10 مؤنث. 14 طالبا، عندي هون أنا إذا بدي أكتب العدد بالأرقام 14 القسم الأول 4 يخالف المعدود، طالبا مذكر، المعدود مذكر، فكتبنا القسم الأول من العدد المركب في المؤنث، 10 بقيت في المذكر لأنه طالبا مذكر. واضح؟ طيب خلينا طبعا المعدود يعرب، يأتي المعدود بعد الأعداد المركبة مفردا نكرة ويعرب تمييزا. خلينا دعونا نطبق. دخل 11 تلميذا، يلا من يجيب؟ من يكتب 11 بالحروف؟ ماذا نقول؟ من يريد الإجابة على السؤال يرفع يده. راما، هل يمكن 11 تلميذا؟ لحظة شوي، خليني بس اسمع راما، علي صوتك قد ما 11 تلميذا. عم بعيط. دخل، أنا كتبت لك بالأرقام 11، بدك تكتبيها بالحروف. شو بنقول؟ تلميذا مذكر اللي هو المعدود التمييز. 11 تلميذا مش تلميذا، تلميذا بنقول 11
عشرة. طيب العدد المركب 11 واثنى عشر يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث، بنقول 11 تلميذا. تلميذا هنا تمييز، المعدود اللي باللون الازرق تمييز، واضح؟ فاذا العدد 11 واثنى عشر يذكران اثنين المذكر، يعني احد العشرة يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث. بالنسبة للأعداد من 13 ل 19، القسم الأول يخالف المعدود، القسم الثاني يطابق المعدود. وزعت 14 قطعة من الحلوى على الأطفال، من يجيب الآن؟ يرفع يده. نعم يا محمد، سرحال. القسم الأول من الأعداد من 13 ل 19 تخالف المعدود. طب أنا عندي قطعة، قطعة مؤنث، فلازم تكون أربعة مذكر، أربعة عشرة قطعة. القسم الثاني تطابق المعدود، فبنقول أربعة عشرة. عشرة. كتبنا هذه الأجوبة، كتبنا هذه الجمل على الدفتر، نكتبها الآن. فإذا أربعة عشرة، أربعة عشرة. القسم الأول، القسم الأول من العدد المركب 14 يخالف المعدود، مثل كيف العدد المفرد أربعة يخالف المعدود، يجب أن نكتبه في المذكر. القسم الثاني، القسم الثاني من العدد المركب يجب أن يطابق المعدود، لذلك قلنا 14، 14 قطعة من الحلوى. نكتب هذه الجمل: اشتريت، اجتمعت، دخل، وزعت. طبعا ما ننسى اشتريت ثلاثة هون مفعول به، سبع اجتمعت، سبع فاعل. فإذا العدد المفرد والمركب يعرف حسب موقعه في الجملة. دخل أحد عشرة، طبعا ما بنقول أحد وعشر لأنه أحد هيدا عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. وزعت أربعة عشرة، وزعت طبعا هون أربعة عشرة مفعول به، مبني في محل نصب مفعول به. واضح؟ هل هناك أسئلة؟ اللي واضح عنده خليه يعمل لي اوكي، إشارة اوكي. يلا بدي اشوف إشارة اوكي عند الكل. يعني ما فهمتوا الدرس؟ ما حدا منكم اعطاني إشارة اوكي؟ اوكي مش مبينة أنا، شو عارفني كيف بيعملوا إشارة أوكي؟ طيب أوكي، فاو إيدكم، مو شكلي يا محمد، فاو إيدكم. أوكي تمام تمام، برافو الكل. هادي برافو، هادي وضحت الصورة، وضحت الفكرة. أوكي برافو يا شطورين يا حلوين أنتم، شو بدي أحلى من هيك تلاميذ؟ ثلاث أرباعكم ظهر من الحصة وأنتم بقيتوا عندهم مشكلة. طبعاً مجتهدين نحن. طيب برجع بكرر، برجع بكرر الحصة امبارح اللي أنا سجلتها، لامبارح ما تسجلت بس اليوم قدرت أسجلها، رح نزلها على موقع المدرسة اللي هو أركاديا. شو اسمه أركاديا؟ شو اسمه الموقع؟ أركاديا فيديوز كوليدج فيديو موقع، أو الباسورد أركاديا 2020. انا عم نزل الفيديوهات لما ما حد، لما حدا يغيب، بس ما حدا يعملها حجه ويغيب كل مره ليحضر. اصلا مشاركتكم بالحصه هي بتخليكم تفهموا، اذا بدكم تحضروا الحصه على جانب ما حتفهموا شيء. وضحت الفكره؟ سامعيني؟ يعني انتوا اذا انا حطيت فيديو الحصه ما حتفهموا كثير مثل ما انتوا تشاركوا بالحصه، مشاركتكم هي اللي بتخليكم تفهموا. واضح؟
بتصور بعد في دقايق. بعد في 3 دقايق بس. اوكي نتابع. فاذا تحدثنا عن العدد المركب، في عندي بعد العدد العقود لانه هني 4، المفرد، المركب، العقود، وعندي اعداد المعطوفة. نعم العقود. الاعداد التي تتكون من مضاعفات العشرة تسمى العقود، وهي تنحصر بين 20-90. اذا بدي اجي اكتبها بالارقام 20-30-40-50-60-70-80-90، هذه هي العقود بالارقام. ولكن انا عندما اكتبها كتلميذ في اللغه العربيه لا اكتبها بالارقام، اكتبها بالحروف. هي تتكون من مضاعفات العشره تسمى العقود، وهي تنحصر بين 20-90. العقود تبقى بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث، هيدي ما بتخالف ابدا، تبقى كما هي. رسمنا 20 لوحه، طبعا 20 مفعول به، فما بقول 20 لوحه، في 50 يوما. تعرب العقود اعراب الملحق بجمع المذكر السنه بحسب موقعها في الجمله. فاذا العقود تعرب حسب موقعها في الجمله اعراب الملحق بجمع المذكر السنه. المعدود بعد العقود ياتي مفردا نكره وينصب يعني يكون تمييزا. طيب انا اذا بدي جاوب هون قرات هديه، نعم قرات، في انا عندي رقم 20 قصه، شو بقول 20 قصة 20 20 20. ليه 20؟ 20 مفعول به. إذا بدي أعرب 20، 20 ملحق بجمع المذكر السالم، واضح؟ من جمع مذكر سالم؟ طبعا 20 هنا حتعرب حسب موقعها في الجملة، مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. رح اكتبه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، واضح؟ قصة تمييز، والتمييز يكون منصوبا مثل المفعول به. تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والثانية للتنوين، واضح؟ كتبنا الإعراب. نعم أنهينا الكتابة؟ نعم مس، وخلص الوقت كمان. اوكي خلينا نطلع بشوفكم الحصه الثانيه، بعد عندي اياكم اليوم حصه ثانيه. وداعا. نعم.